باب ستاند باي راح نطلع على الهواء 4 3 2 1 كيو. استمروا دائما في رجاء، حياتكم دائما تكون بأمل ورجاء، وأيضا حياتنا تكون حسب تعليم ربنا ونعمة ربنا، ونحافظ على هذه الذخيرة وهذه الأمنية اللي وصانا إياها السيد المسيح، من أن نكون محبين لبعضنا البعض، نكون نافعين، نكون خير للآخرين من خلال أعمالنا، من خلال عطائنا، من خلال شغلنا، من خلال حياتنا، من خلال عائلاتنا كمان اللي إحنا منعيش في وسطها. منقول للجميع اللي خاصة العاملين في القطاع الإعلامي إنه اليوم عيد الإذاعة، اليوم العالمي للإذاعة، نقول لهم كل عام وانتم بخير، نتمنى لكم يا رب خدمة مباركة دائما بمشيئة ربنا وبتعاليم ربنا السماوية، وين ما بتكونوا بكل مكان انتم بتنشروا المحبة، بتنشروا السلام، بتنشروا الطمأنينة، بتنشروا الخبر، والخبر الحقيقي، الخبر الصادق اللي يحمل السلام والطيبة لكل العالم.
فصباحك نور أبونا. صباحك نور دكتورتنا. وبنقول لك كل عام وانتم بخير، وانت كمان الإذاعي معنا بالإذاعة، أنا وياك بلشنا بإذاعة ببرنامج صباحكم نور. صحيح. فيعني برضه كمان هذا نحن بنطبق علينا الكلمة أو العيد كمان، لأنه حولنا من الإذاعة تكون بس صوت لتصير صوت وصورة. فيعطيك العافية أبونا وهذا كمان. وهذا مجهودك وتعبك. لا بالعكس، يعني كمان الرقمي عمل مشترك. طبعا احنا بنشكر كل الاشخاص اللي عم بيتابعونا على صفحتنا وعلى التلفزيون ايضا، وكل الاشخاص اللي راح يتواصلوا ايضا معنا خلال هذا النهار المبارك، كل الاشخاص اللي بيتابعونا على صفحتنا اللي بعتوا رسائلهم وبعتوا محبتهم ايضا لنا، نحن شاكرين لكم، ونحن بصوتكم وحضوركم ومتابعتكم ومراسلتكم لإلنا إحنا مستمرون. فرح نشوف هذا الفاصل اللي هو تقرير عاملين الشباب عن يوم الإذاعة وبنرجع لكم، ففاصل ونواصل. هنا عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. بسم الله الرحمن الرحيم، أفتتح محطة الإرسال الجديدة للإذاعة الأردنية الهاشمية. شعبي الوفي، أبعث إليكم بالتحية في كل بيت ومنزل، وفي كل حاضرة وبادية، وفي كل حصن ومعقل، تحية تقدير ومحبة، عرفانا بما أظهره هذا الشعب الحر من استجابة نبيلة لدعوة الخير التي جنبت بلادنا الحبيبة مهاوي الشر والعثار، وحققت لها الدعة والطمأنينة والاستقرار. تعد الإذاعة أداة فعالة للاحتفاء بالحياة الإنسانية على تنوعها، وتوفر منبراً لنشر الخطاب الديني المعتدل، وتظل الإذاعة أكثر وسائل الإعلام استخداماً على الصعيد العالمي. وإذ تملك الإذاعة هذه القدرة الفريدة على الوصول إلى عدد كبير جداً من الناس، فإنها تستطيع أن ترسم معالم حياة المجتمعات في إطار التنوع، وأن تكون ساحة تتيح للجميع إمكانية التعبير عن آرائهم وتمثيلهم والإصغاء إليهم، وخاصة في مضمار نشر الكلمة الصادقة. وينبغي لمحطة الإذاعة أن توفر خدماتها لمختلف المجتمعات على تنوعها، وأن تقدم إليها تشكيلة متنوعة من البرامج ووجهات النظر والمحتويات وخاصة الدينية. ويجب أن تكون المحطات الإذاعية قادرة من حيث تنظيمها وتشغيلها على التعبير عن تنوع مستمعيها، وحيث إن كلمة البشارة طالما كانت عبر السنين تعبر عن بشارة الإنجيل، فإن الإذاعة كانت وستبقى صوت صارخ في برية العالم، منادية بصوت ربنا ومخلصنا يسوع المسيح. ونحن نحتفل اليوم باليوم العالمي للإذاعة، لا يسعنا إلا نرفع الدعاء لرب السماء بأن تصل رسالة السماء إلى الأرض كلها. صوتك يا رب إلى أقاصي المسكونة كلها وصل، وإلى أرجاء الأرض والسماء عم، فلتكن بين يديك يا رب. يعني هذا التقرير رجعنا للبدايات يا أبونا. جميل جدا. جميل جميل جدا. فذكرني لما كنا نستعمل الأيوة الهيدفون، وكنا بالغرفة الصغيرة لنقل البشارة زي ما حكى في التقرير. نشكر نيفين حداد طبعا على هالتقرير، واللي أعده أبونا جورج شرايحة، واللي منتجه خلدون هلسة، وكل الطاقم اللي قام على تنفيذه، فبنشكرهم. وأيضا هم كمان مشاركونا في هذه الرسالة، لرسالة الإذاعة أو الرسالة اللي بتنطلق منها البشارة. جنود مجهولين. نعم. ومثل ما جاء في التقرير أبونا، إنه كمان إحنا كشعب مسيحي ننقل البشارة عبر هذه الوسائل. كان قداس البابا، كل البابات كانوا يستعملوا وسائل التواصل الاجتماعي وأيضا الإذاعة والتلفزيون لنقل البشارة، لأهمية هذه الأداة والوسائل لأنهم يساعدهم، فهن شركاء كمان، إن كان إذاعة والتلفزيون بعتقد أنه هن شركاء في نشر ونقل البشارة والتعليم الصحيح.
فنحن عندنا اتصالات، مجموعة من الاتصالات، فنبدأ في الاتصال الأول. وأنا شاكر كتير لإلهم، لأنه أنتوا عارفين اليوم ثلاثة بوسط الأسبوع عندهم كلهم برامج إذاعية. فمعنا هلا الأخت رندا عازر، فمنقول لك صباحك نور أخت رندا. أنا معك. هاي صباح الفل. شكرا لوقتك، أنا بعرف عندك برنامج. فحبيبتي شكرا تواصلك وكونك معنا اليوم في يوم العالمي للإذاعة. فنحن حابين انه نتواصل معك ونشوف هالإذاعة اللي بلشتي فيها انت كمان وكملتوا في التلفزيون، وبتعطوا هلا دورات تدريب كمان للطلاب لاستعمال هذه الوسيلة. فكيف كانت أخت رندا بداياتك في هذا المجال؟ شوفي كيف، هلا انا عاده بديت زي ما نقول بالتلفزيون بقناه رؤيا. نعم. في 2011، وقبلها كان عندي تجربه سنه بس بي اي تي في. نعم. اللي ما طلعت على الهواء. نعم. فكنت دائما بحب الاعلام، شغفي اني اكون بالاعلام، انه هقدر اتعلم اشياء جديده، اوصل معلومات جديده. وبالفعل لقيت انه هذا المجال الاعلام، يعني بقدر أنا أحكي إعلام أكثر لأنه خبرتي أكثر تلفزيون. نعم. ولكن هو الإعلام سواء كان إذاعة أو تلفزيون هو وسيلة دائما للتعلم لكل إعلامي، يكسب الفرصة، أنه هاي فرصة لإلك لتضلك تتعلم أشياء جديدة. نعم. أفكار جديدة، معلومات جديدة، تتعرف على وجهات نظر جديدة، وتكون أنت دائما أهل للثقة في المكان اللي انت موجود فيه. نعم. ما مدى تأثير شخصية المذيع ومسلكه على المصداقية والكلام او الافكار اللي بيقدمها ست رندا؟ تمام، كثير حبيت سؤالك. بتعرفي شو، لانه زمان كان الناس اللي بشوفوا اذاعة ما بيعرف كيف شكل هذا الشخص. نعم. خلص بضلوا هم حاطين صورة زي ما هم بتخيلوا شكله، ولكن هالايام مع وجود السوشيال ميديا، مع وجود الناس صاروا يعرفوا المذيع مش بس كيف وين بيروح وين بيجي، كمان كيف بيفكر، شو أولوياته، شو مبادئه، شو قيمه. نعم. فهون دائما أنا بحكي رسالة لكل شخص يكون موجود بالإعلام، أنت يعني بتمثل الجهة اللي أنت جاي منها، البلد اللي جاي منها، المجموعة اللي أنت جاي منها، المجتمع اللي جاي منه. فكل ما كنت أنت بتتحمل مسؤولية كلامك، بتتحمل مسؤولية سلوكك الصعيد الشخصي وايضا وراء الميكروفون، فانت هيك بيكون دائما الناس بتثق فيك اكثر، بتكون دائما عندك مصداقيه، بتقدر توصل للناس اسهل. نعم، حلو جميل. ست رندا، هذا السؤال لنا هلا. بتتابعي نور سات؟ احيانا. نعم. على السوشيال ميديا وعلى طبعا بحبكم كثير حبيبتي. طبعا. واحنا كمان كثير. في كلمه هيك للي بيشتغلوا بهذا القطاع بهذا العيد، ايش بتحبي تتمني لهم؟ بتمنى أكيد أكيد يعطيكم الصحة وطولة البال، ويعطيكم ألف عافية على كل جهد عم تعملوه، خصوصاً نحن بلدنا دائماً فيه طلعات ونزلات، ودائماً عندكم جهد مستمر. كل عام وأنتم بخير، وتضلوا دائماً مصدر للخير ومصدر للمحبة ومصدر للمعرفة. نحن رح نطلب منك طلب إنه شي يوم نستضيفك عندنا في الاستوديو في النور سات، فيعني هذا بيشرفنا أخت رندا. وأنا كتير كتير مبسوطة اليوم نسمع صوتك في برنامجنا صباحكم نور. وصباحك يا ربي خير وبركة، وكل عام وانتم بخير حبيبتي. تسلمي، وكل عام وانتم بخير، ويعطيكم الصحة والسعادة وراحة البال يا رب للجميع. آمين يا رب. شكرا لإلك. شكرا. الله معك. باي باي. هلا. باي باي باي. كلامها جدا جميل، وهي الأخت رندا طبعا من الإعلاميات البارزات بمحبتها وبالتزامها وكمان تواجدها دائما في حتى في المناسبات الدينية والمناسبات الكنسية نراهم. بس بتعرف إنه أبونا دائما رسالة الإعلام بتخلي الشخص دائما مشغول، وأوقاته دائما مش ملكه. وانت عارف كمان كيف نحن كمان احيانا بدها التزام، زائد تحضير. نعم. لما يكون في عندك مواد، في عندك موضوع بدك تناقشه، قديش نحن مثلا عم بياخد منا خلال الاسبوع تحضير حلقة. بالضبط. فكيف بالاحرى انه على مدى هالايامات في ناس عندهم يومي. برنامج مثل صباحكم نور كل يوم. كل يوم. نعم. فاحنا احيانا يعني لتنظيم حلقه قديش بياخذ منا وقت، ايش حال انه هن كمان على طول دائما متواجدين. فنحن ابونا قبل ما ناخذ الاتصال الثاني، شباب معنا اتصال.
تمام. تفضل أبونا، أنت كنت بدك تدخل تعمل مداخلة. لا بس بشكل عام يعني بنحس إنه العمل الإذاعي تطور اليوم وأصبح غير منفصل كما الماضي عن العمل التلفزيوني. يعني زي ما تفضلت الأخت رندا قبل قليل وحكت إنه يعني كل المذيعات اليوم نعرفهم شكلا. نعم. أول إشي من البث اللي بيكون مرافق للسوشيال ميديا، وثاني إشي من وسائل التواصل الاجتماعي اللي بتنشر زي ما تفضلتي التزاماتهم ومشاركاتهم واحتفالاتهم وهيك. ف يعني شخصية مؤثرة بيكون الإعلامي، لأنه الناس بتحب تسمعهم. اللي بسوق بسيارته اليوم بسمع الإذاعة، واللي بمكتبه قاعد ماسك الموبايل وبحضر أغلب البرامج على مش على الفضائيات، على السوشيال ميديا، على الموبايل، على التطبيقات الموجودة. فهذا كله بيساعد يعني نعم. على انتشار صوت الحقيقة. وإحنا هنا كما إذاعة مسيحية كتلفزيون مسيحي، هو يعني في كل الأرض إذاعة منطقهم وإلى أقاصي المسكونة كلامهم. نعم. يعني من البداية هي البشارة، هي كانت عمل إذاعي. نعم. بالضبط يعني. يعني نعم، إذا أنت بتعود للإنجيل المقدس إنه كان يسوع المسيح لو متوفر له هلا، حتى الرسل كمان كنا نقول إنه الرسائل والرسل لو متوفرهم كان قاعدة بيانات وانتشار، وإنه يسجلوا ويبعثوا صوتهم ويبشروا بالعالم من خلال الوسائل التواصل أو الوسائل الإذاعية والتلفزيونية، كان ممكن ما اضطروا يسافروا ويبعدوا أو شيء، كان وصل صوتهم أسهل. لعشان هيك قداسة البابا عم بيستعمل هذه الوسائل في نشر التعليم طبعاً ونشر أسرع. لأنه صار صعب الحياة أبونا أنك أنت تنتقل مثلا من مكان لمكان، تسافر تروح تسمع لشخص معين أو تسمع لداعي معينة أو معين، أو مثلا كروز مبشر معين. فهدول كمان الأشخاص يعني صعب انتقالهم من مكان لمكان، يعني عبر القارات مثلا أو عبر بالمدن بدهم مواصلات وطيارات أو قطارات أو ترينات. وأحيانا كمان يعني أنت بدك يعني تبني قاعدة جمهور أبونا قبل ما أنت تعطي الرسالة. يعني نحن هاي القاعدة وهذا الجمهور، نحن في البداية كنا نحكي عن رسالة سيدنا يسوع المسيح في البشارة. نعم، منكمل الفكرة ومناخذ هذا الاتصال. ألو ألو، صباحك نور. صباحك نور أخت لينا. أهلاً. كيف حالك؟ معنا الإعلامية والمميزة لينا مخضرمة القديمة الجديدة. نعم، ما بدناش نكبرها يا أبونا. بالعمل شكرا على الاتصال حبيبتي. بالعكس، احنا محب تسلمي. وأنقل من يعني من بيتي تحية لكل متابعي فضائية نورسات وطاقمها المميز. حبيبتي شكرا لإلك، وشكرا لوقتك اللي أعطيتينا إياه. وأنت يعني ما كان في ممكن إنه من دون ما نكون مع لينا مشربش، خاصة إنه إحنا هلا كمان مع تواصل بالنشاطات الأخرى الاجتماعية والثقافية. فخبرينا لينا بداياتك من متى كانت وبدأت وبدأت يعني من رجعك. نعم يعني فعلا مخضرمة، بس ما زلت يعني فيه هيك حب الإعلام للعمل ومتابعة. أنا بلشت بالأربعة 83 القرن الماضي. لا ما تحكيش هيك. يعني على طول بعد ما تخرجت اشتغلت في الأخبار المحلية. نعم. وتنافست على يعني موقع مندوبة أخبار محلية مع 60 أو 65 بتوقع رجل. كنت أول فتاة أردنية بتخوض هذا الميدان. حلو، برافو. وكان الله يرحمه محمد أمين قال لي إحنا ما عندنا بنات، أنت رح تتعاملي مع كل فئات المجتمع الأردني، أنت رح تكوني في مكتب كله رجال وخناشير كله تردني. أدها الحمد لله. وبعدين انتقلت يعني عملت بعدين برنامج جيشنا العربي، كان علامة مميزة في عملي
وفي يعني حب الناس لإلي في بلدي، وبعدين انتقلت للإم بي سي، كنت أول فتاة عربية كمان تنتسب لفضائية، كانت الإم بي سي رائدة، يعني هي أول فضائية عربية. صحيح، نعم. ومن هنا كملت، آخر شيء كنت مع البي بي سي لأربع سنوات في قسم الأخبار، مذيعة أخبار، أنكر، بريزنتر. ولظروف العيلة رجعنا على الأردن، الأولاد كبروا. ويعني عملت كمان أشياء، يعني طبعا أنا كنت غطيت حرب العراق في مع أبو ظبي بال 2003، غطيت محادثات السلام في 94، يعني في محطات بعتز فيها، والحمد لله يعني ما زلت هيك حاسة بحيوية ونشاط. لازلت يعني شباب حوالينا كنا نحن يعني نجوم بوقتنا. الآن الساحة ما شاء الله كلهم مميزين، والساحة مفتوحة للكل، والعمل رائع يعني مع التقدم التقني. نعم. قديش بتشوفي ست لينا هل التحضير المهم هلا حاليا، يعني لازم الواحد يكون محضر المادة، يحضر التقرير، يحضر ثقافة الشخص المذيع بتأثر على أدائه، بتأثر على مصداقيته، مهم هذا الشيء، يعني ثقافة المذيع ما يكون مغيب عن الأمور الجوهرية أو الأمور المهمة إنه يعرفها. وهل بتشوفي إنه هذا الموضوع أو الثقافة أو العمق في التفكير والنظرة البعيدة موجودة حاليا في مذيعينا ومذيعاتنا في الساحة الإعلامية؟ يعني أول إشي الإعلام، خاصة الإعلام المرئي والمسموع، نعم. يعني إذا ما عندك الشغف وما عندك الكاريزما، خاصة اللي بدك تكوني تقولي أعزائي المشاهدين، لازم الناس لما تشوفك ما تشيل المحطة، يعني لازم يكون عندك قدرة إنك أنت تجذبيهم. نعم. فلازم يكون في شيء من ذاتك. نعم. الثقافة والتعليم مستمر في مجال الإعلام. نعم. يعني ما بيوقف. نعم. لأنه التكنولوجيا متسارعة، يعني ما عم تلحقي، لازم تكوني عم بتعرفي شو عم بصير، شو عم بتصير تطورات، وتتابعي محطات، يعني مش بس محلية، لازم تشوفي قنوات فضائية عربية، وتشوفي كيف كمان الآخرين العالم الغربي كيف بيغطي الأخبار. فأكيد في فرق حتى على مستوى تطويع التكنولوجيا في نقل الخبر، صياغة الخبر، اختيار الضيوف، كيف تطرحي أسئلتك، يعني هاي كلها مهارات تكتسب مع الوقت ومع التمرين. وأعتقد كل إنسان لازم يكون بده يتقدم لهاي المهنة، لازم يكون عارف يعني وين حاطت إجريه، وتكون عنده رسالة كمان. نعم. لأنه الإعلام له وجهين، وجه مضلل ووجه يعني إيجابي، بيكون وسيلة يعني تعليمية، تثقيفية، توعية، يعني المجالات عم نشوفها يعني مرات عم بسيء، يعني حتى البرامج الأطفال بده الواحد ينتبه كيف الرسالة لازم توصل للطفل، للشاب، للعيلة، للأم. نعم. فميدان واسع جميل جدا. ويعني أنا إذا كمان سألتيني شو كيف بقيم الإعلام بالأردن، صراحة يعني يعني في خلال السنوات القليلة الماضية في قفزات، وفي أشخاص يعني صبايا وشباب ما شاء الله يعني قادرين إنهم يقدموا الرسالة الإعلامية ويقدموا الوطن بأبهى صورة. يعني احنا امبارح شفنا العرس الوطني في استقبال النسامة، قديش كانت يعني التغطية رائعة ومتميزة، وهذا الشيء يعني كله في خلفه التحضيرات اللوجستية، التفكير، كل فقرة كانت في محلها، كل كلمة كانت في موقعها. يعني احنا اعتقد يعني عم نبرز زيادة مجالات، ونشكر الله. الحمد لله. كلمة أخيرة أخت لينا، بحب هيك تضيفيها لمشاهدين نورسات الفضائية. يعني أنا أول إشي بحب إنه الإنسان يتمسك بمبادئه. نعم. ويكون نفسه، يعني ما يتصنع الظهور بمظهر الآخر. فكل ما الإنسان كان حقيقي وكان إنسان ملتزم، وإحنا بنقول كمسيحيين كمان
بيعطينا هذا البريق وبيعطينا هذا الحضور المميز هو إيماننا بتعليمنا، التفاقنا نعم. بالكتاب المقدس نعم. زي ما نحن دائما نعتز إنه نحن زي المي، إذا كانت الشجرة مزروعة على أرض صحراوية ما بتعطيها الثمر نعم. لكن لما تكون على الينبوع على مجرى المياه الشجرة بتنمو بتخضر أكيد. حلو المثل، إيماننا وبمبادئنا بيعطينا تميز في حياتنا. حلو، بدي أقول لك يعطيك العافية أخت لينا، وإن شاء الله منضلنا على تواصل معك وإنتي كمان بهذا اليوم. نتمنى لك يا ربي عام مبارك وكل سنة وإنتي سالمة حبيبتي. شكرا لكم على الاتصال. تسلمي، بالعكس نحن الشاكرين لإلك. شكرا لإلك. صباحك نور. صباحك نور. شو هالكلام يعني الجميل والعميق والمميز. حبيت فكرة الشجرة. نعم الشجرة إذا ما كانت قريبة من الينبوع، وإحنا ينبوعنا اللي هو الكتاب المقدس والإنجيل المقدس، فدائما من كلمة ربنا مقربين، ونحن عاملين زي هالنباتات الموجودة على هالضفاف هالينبوع وننمو كل واحد بشكل تاني، ثمره مختلف صحيح. وأداؤه مختلف وأفكاره المختلفة صحيح. لكن كلنا بجمعنا شيء واحد، محبتنا لربنا نعم لإيماننا صحيح. في النهاية هاي رسالة نور سات يعني نعم. هي هاي الإيصال كلمة الينبوع نعم. إن نعم. تكون ثمارنا زي ما تفضلتي مستقاة دمها نعم. وحياتها وعطائها من الينبوع من الإنجيل نعم. من نعم. شو هو الإنجيل إحنا عندنا؟ هي بشارة حكي يسوع، يعني كلام يسوع، قصة يسوع، عيش حياة يسوع. إحنا مش إنه بنحكي طرق صلى فيها الأنبياء بالعهد القديم، ولا زي المزامير مثلا، زي ما كل الصلوات بتساعد الإنسان يدخل في علاقة مع 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 الله تعالى في خلوة روحية، ولكن الأعمق من هيك لما بتعيش قصة يسوع المسيح تتمثل بيسوع نعم. يا قلب يسوع كون مثل قلبي. يا كل صلوات اللي بنصليها احنا بنحاول ان نتشبه بيسوع المسيح اللي قالنا انا يستطيع ابن الانسان ان يفعل ذلك، انا انسان كامل، انا لا. الانسان. فانت ناس كثير بيحكوا انه هذاك يسوع، لا كمان احنا بنتشبه فيه، هذا مثالنا. ولا نقول هذاك يسوع كان سوبرمان واحنا ما فينا نكون من هيك، لا بنوصل. هاي رساله فعلا نور سات اللي عم نسمعها يوميا بكل البرامج بكل الا ما تكون مغذاه بكلمه ربنا نعم. كل ما في لقاء مع حضرتك فيه وطلعنا الا حكينا الا جبنا ايات من الانجيل طبعا إلا حكينا. اكيد يعني والا بنصير نحكي لغه مش لغه الانجيل لا سمح نعم. الله نعم. بالضبط. كنا نحكي في البدايه ابونا قبل ما يجينا اتصال، في اتصال شباب جاءت البشاره وكلمه ربنا، جاء يسوع المسيح لما تم ملء الزمان، وكنا نحكي عن ملء الزمان، ما هو ملء الزمان وكيف كان يرى الله ملء الزمان. فطبعا التفسير وابائنا الكهنه والقديسين اللي سبقونا وفسروا انه ملء الزمان يجب ان تكون هناك، زي ما حكينا ابونا انت بدك تحكي مع الناس بدك تكون مهيئ ارضيه يعني زي ما بيقولوا بنيه تحتيه 100% تتوصل كان في هناك زي ما تقول شبكة مواصلات طبعاً عشان أكيد. التنقل طبعاً. كان في هناك لغة مشتركة، لأنه السيد المسيح إذا جاء بده أي لغة يحكي، إذا كل واحد بده يحكي لغة معينة أو ما عندهم لغات يعني بالإشارة، فكان في لغة مشتركة بهذه المنطقة اللي اللغة الأرامية، فكان يحكي بالأرامي بالزبط. السيد المسيح، فكل الشعب اللي أخذ البشارة يحكي نفس اللغة، فكان مهم كتير إنه هالشعوب اللي بهذه المنطقة تتحدث وتتكلم وتفهم لغة واحدة، عشان لما ينطق البشارة ويعطي التعليم السيد المسيح الناس تسمع وتفهم. ولا لو مثلا أنت يا أبونا كاهن وعندك هالثقافة وعندك هالتعليم وعندك هذا باللاهوت وبتعرفش مثلا رايع الصين بتعرفش صيني
ما راح يعني تستفيد شيء. ما راح تستفيد شيء. يعني لو حكيت من الصبح للمساء ما حدا راح يسمع لك. فجدا مهم يعني انت تكون تعرف لغه الناس اللي بتحكي معهم. وهنا العظمه والمعجزه العظيمه اللي حصلت مع التلاميذ انهم كانوا يحكوا لغات كل الشعوب اللي هم اصلا ما تعلموها. نعم. كانت معجزه لما نشوف بالعنصر الروح القدس بالضبط. نعم. نشوف كيف لانها كانت مهمه. وفعلا اليوم احنا تطبيق بسيط بترجم لي الصيني والهندي وين ما اسافر. نعم. وين ما تروح بتحط. نعم. سماعه صغيره يكون في مترجم للعربي او للانجليزي وغير التطبيقات اللي موجوده على جوجل وموجوده على كثير من الترجمه. يعني اليوم اي مقاله بتعجبني مش نعم. مش بسهوله. نعم. بدها مجهود يعني. نعم. بترجمها بطلعها. يعني انا من النوع مثلا بالعهد القديم بالضبط بحب ارجع للغات القديمه. يعني كل كاهل لازم يكون يتعلم يقرا ويعرف يطول الكلمه ويترجمها من اليوناني للعربي او من العبراني للعربي. وعندنا الانجيل يكون ترجمه كلمه كلمه وانت بتطلعي ترجمتك. لانه اليوم في العديد من الترجمات للكتاب المقدس لانه ما انكتب بالعربي النسخه الاصليه وبالتالي الكلمات تختلف فتستقي ثقافتك. وكل هذا العمل الاذاعي بيساهم في انه يفهم العالم. يعني كل إذاعة في إلها استراتيجية في إلها خطة. زي لما نقعد مع حضرتك بنقول في مواضيع بهاي أعياد بتصادف بهاي المناسبات عندنا هنا في شغلات معينة هاي بدنا نشوف إلها ضيوف إلهم علاقة بالموضوع. اليوم الإذاعة العالمي نيجي نحكي مثلا مع طبيب أسنان ما الناس بصير يقولوا يعني شو هم إيش جايبين هذا ليش عاملين هذا. فكلها أشياء مترابطة مع بعضها البعض زي ما تفضلتي حضرتك بدها بنية تحتية تقوم عليها أي بشارة أي إذاعة. يعني كلمة إذاعة قبل بنهاية القرن التاسع عشر. نعم. لما بلشوا البرق والإرسال البريدي والشغلات. نعم. هاي فكروا بالحمام بالضبط. نعم. انتقلوا انه العلماء امبير وفولت وكله سموا اليوم الوحدات القياس. نعم. كلها. نعم. تسمت على اسمائهم. نعم. العلماء. نعم. طلعوا بفكرة انها بزبطت معهم يطلعوا موسيقى ويسمعها اكثر من شخص في منطقة بعيدة من خلال. نعم. المستقبل. نعم. لما عرفوا انه الكهرومغناطيسية الموجات. نعم. هاي الموجات. انها هاي بالاثير بتنقل هاي زبطت معه وبثوا اغاني. فبلشت ببداية القرن العشرين يعني بالألف وتسعمية وعشرين تقريبا بلشت أول إذاعة بالعالم. نعم. ونشوف بعدين إحنا لما جت الأمم المتحدة كمان طلعت بالنهاية الأربعينات من القرن الماضي الإذاعة وشفنا. نعم. الإذاعة الأردنية طلعت بهذا الوقت. نعم. حبيت أحكي هيك كيف طلعت. لا الفكرة. حلو. والإذاعة الأردنية طبعا بلشت من الثمانية وأربعين شوف قديش يعني إلها من القدس. كانت نعم كانت الإذاعة القدس وبعدين صارت الإذاعة الأردنية الهاشمية. وشوف هلأ الأشخاص أبونا اللي اشتغلوا بهذه الإذاعة واللي نقلوا كان أول زي ما شفنا بالتقرير جلالة الملك المغفور له الملك حسين بث هالرسالة عبر الأثير لكل جميل الأردنيين جميل. اللي عم يسمعونا. وهلأ صارت الإذاعة أبونا إذاعة صوت وصورة فجدا رائع ومهم كتير أبونا موضوع. وهذا كنت أسأله صباحك نور أخت رند. صباحك نور أخت رندا. صباح النور. صباح كيف حالك؟ بدعتي مبارح بأدائك الحلو وعفويتك وهيك نشاطك اللي عطيتيني اياه من خلال الصوت اللي كنتي تنقليه عبر مبارح التلفزيون باستقبال النشامة الكرة القدم. وكان في عن جد عرس وطني يعني من هالأعراس الوطنية يعني هيك حسينا هالعالم بغض النظر يعني هل احنا عم نعيش دائما الأحداث والألام اللي حوالينا بس الفرحة مبارح النفس يعني احنا زي ما بنحكي هي فرحة منقوصة ولكن شبابنا أبطال وبيضوا وجهنا ورفعوا اسم الأردن. نعم. فبيستاهلوا منا تحية وبيستاهلوا منا استقبال بليق فيهم وبليق للي قدموه وما شاء الله عليهم. يعني الكل بقول لي مبارح كان شكلك كتير فرحانة فبقول لهم مش قادرة لأنه وجودهم وطاقتهم ولو تشوف الناس الأعداد الكبيرة اللي كانت موجودة بالأستاذ. نعم. بتحسي بفرحتهم وقديش حابين يشوفوهم. يعني احنا تعودنا نشوف الأولاد الصغار لابسين بلايز مكتوب عليها ميسي ولا رونالدو. نعم. نعم. فلما انت تشوفيهم لابسين بلايز عليهم مكتوب عليهم تعمري حلو يزن العرب يزن عمان بتحسي بالفخر فعلا. حلو
حلو حلو، الله يقويك يا أخت رندا. وبعدين دائما أنت نقلتي طيبتك وهيك وبساطتك ومحبتك، أنت كمان نقلتي يعني بطيبتك ومحبتك ومن قلبك الكبير المحب لهالبلد ولهالنشامة، فكله صار واضح يعني بكلامك. فقديش مهم شخصية الشخص اللي المذيع، واحنا عم نحتفل باليوم العالمي للإذاعة، قديش الشخص اللي بيوصل هذه الرسالة عبر الأثير انه يكون صادق من جوا عشان يكون كلامه صادق ليطلعه للمستمعين. شوفي دكتورة، انا بدي احكي لك شغلة. لما بلشت بالإذاعة كان قبل 18 سنة، وما نعم. كان في سوشيال ميديا وما كان في تواصل. انا نعم. يمكن اكثر جمله بحبها انه الناس مثلا بكون ماشي بيقولوا لي عرفناكي من صوتك، من صوتك. فيمكن من الاشياء الحلوه بالاذاعه انه الادوات البسيطه هي اللي بتوصل للناس. وانا صرت اكتشف لو شو ما كان ولو شو ما دخل وسائل جديده للتواصل الاجتماعي او اي شيء، المشاعر الحقيقيه بتوصل للناس. ف المشاهد او المستمع ذكي كثير، فإذا إشي مش طالع من قلبك رح يحسوا فيه، وإذا إشي فيه تصنع رح يحسوا فيه. فكل إشي من القلب يصل إلى القلب. حلو. دائما بحكي هاي الجملة. نعم أكيد، وهذا اللي بنشوفه دائما بأدائك أخت رندا. بدي أسألك، قدي مهم يكون المذيع عنده الموهبة؟ يعني المعرفة الثقافية والعلم والشهادة والدراسة كتير مهمين، لكن أيضا هل تحتاج أنه يكون عند الشخص موهبة؟ يعني أنا دكتورة ما بعرف إذا بتعرفي، أنا ما درست صحافة وإعلام. نعم. أنا درست تصوير، وأنا بالأصل ممثلة قبل ما أكون إعلامية. والله حلو، هي من أشياء عرفناها هلا جديد. برافو. ودخولي للإعلام كان بالصدفة، لكن الموهبة تثقل مع الزمن، تثقل مع الوقت، وتثقل مع التجربة. نعم. فحتى لو عندك موهبة هاي ما بتكفي، لازم الواحد يشتغل على حاله، يتدرب على حاله، ويقرأ ويتعلم ويشوف يعني ناس أكبر منه وأنجح منه بكل أنحاء العالم ويتعلم منهم. فإحنا كل يوم نتعلم بمهنة الإعلام. ويمكن إحنا الإشي اللي بيميز الإعلام إنه ما فيه روتين ورتابة، فأنت بكل مرة بتقدمي إشي أو بتأدي إشي بتتعلمي منه إشي جديد، وبتضيفي على كتابك من الخبرة ومن العلم ومن المعرفة. يعني هذه نصيحة مهمة لطلاب الإعلام اللي عم بيتابعونا أو اللي عم بيشوفونا واللي عم بيدرسوا هالمهنة هذه، فهي جزء منها مهنة وجزء منها شغف ومحبة. فكتير حلو إنه الواحد يجمع هدول التنين، وإحنا شايفين كمان هذا الشيء فيك يا رندا من خلال أدائك ومن خلال التزامك وإيمانك، كمان تعكسي دائما من هالمحبة اللي أنت دائما بتوصفي فيها. والله يا دكتورة احنا يعني احنا فخورين فيك كثير وبكل اللي حبيبتي ولنشاطك اللي موجود دائما. فعن جد شكرا كثير، وبيعني لي كثير انه عم يطلع منك هذا الكلام عن جد. بالعكس يعني، وانت بتشوفي نورسات اكيد، انا بلاحظ انه احيانا بتتابعي حسب وقتك. طبعا حبيبتي طبعا. تسلمي طبعا. وفخورين بنورسات كثير، وهي منبر الواحد بقدر يوصل فيه صوته ويوصل فيه إيمانه لكل مكان. حبيبتي تسلمي يا رب، وشكرا لك يا رندا، وشكرا لوقتك اللي عطيتينا إياه في هذا الصباح. وإحنا بنعرف أنه عندك برنامج يعني هلأ بدك تكملي. الله يسعدك. تسلمي حبيبتي، شكرا لك، شكرا وكل عام أنتم بخير. وانتي بألف خير. الله معك، باي باي. بتحس أبونا يعني أنت بتسمعهم مزبوط على الأثير، وأنت هلأ أخذناهم باتصالات يعني أنه بهالكلام مش إحنا قلنا لهم بدنا نحكي معاكم، بس بتحس يعني أنهم مليئين بهالمحبة، محبة شغلهم أول إشي، مهنتهم، محبة مصداقيتهم بروحهم الحلوة. فهذا جدا مهم، وأنا كتير فخورة على فكرة بإعلامياتنا وإن المسيحيات يعني الموجودين على هالساحة. طبعا إعلاميات كتير مخضرمات موجودة على الساحة الإعلامية مثل مسيحيات ومسلمات، لكن أنا حبيت اليوم أفرجي عبر نورسات
انه في بناتنا الفخورين فيهم نحن وفخورات هن بعملهم وعم بيعطوا من كل هذا العطاء اللي عندهم من خلال يعني هن بنات عائلات مسيحية أبونا، تربوا على التعليم المسيحي، تربوا على الخدمة بالكنيسة، تربوا أنهم يشوفوا خوري وكنيسة وملتزمين روحيا وإيمانيا، أنه كمان هذا بيعكس على عطائهم من خلال شغلهم، من خلال تجربتهم الإعلامية. فعنا الاتصال المسجل من الأخت رهف، وإحنا يعني كنا نتمنى أنه يكون مباشر، لكن طبعا وقتها عندهم برامج صباحية مثل ما حكينا، فنسمع الاتصال اللي تم مع الأخت رهف مسبقا. صباحك نور أخت رهف. صباحك نور دكتورة باسمة. حبيبتي تسلمي، عم بسمع صوتك وأنا بالأكتر. حبيبتي وأنا بالأكتر، وشكرا لإلك. ولا أنا بعرف إنه عندكم برنامج صباحي كمان والكل بيتابعه، وهلا لما بيسمعوا صوتك كمان على النور سات، يعني هذه كمان بركة ونعمة. فشكرا لإلك ولوقتك يا أخت رهف. بالعكس، شكرا لاختياري اني اكون معك بالعكس بصباحك نور. نحن فخورين فيك يا رهف، ومفخورين بادائك، وفخورين كمان باللي عم تعطيه، لانه فعلا يعني اشي مميز، ويعني وهذا ينعكس على انت على هالشخصيه وهالثقافه وهالبيئه اللي انت عايشه فيها، الباك جراوند، الخلفيه اللي انت منها. فهلا اليوم هو عيد الاذاعه العالمي، فمنقول لكم كل عام وانتم بخير. وانت بألف خير دكتورة، وكل عام وكل عاملي الإذاعات بالوطن العربي وبالعالم بخير، لأنه اليوم احنا أمام تحدي كتير كبير. يعني زي ما بتعرفي اليوم الإذاعة نوعا ما انسرقت بهجتها وبريقها مع بروز مواقع التواصل الاجتماعي ل نعم. السطح خلال السنوات الماضية. يعني زمان أنا بذكر بال2009 أول ما بديت بإذاعة راديو روتانا، نعم. كانوا الناس عندهم فضول يعرفوا كيف شكل هذا الصوت اللي عم بيسمعوه. كان في دفء وحميمية كتير كبيرة للإذاعات. إحنا بنعرف أنه الناس تعلقت بأصوات على طبعا الإذاعات العالمية لسنوات طويلة. فاليوم إحنا عندنا تحدي كتير كبير إن نقدر نواكب ونستمر في ظل ثورة مواقع التواصل الاجتماعي وثورة الفيديوهات السريعة والصور و نعم نعم. أخت رهف، هلا بدي أنت كإعلامية وأنت مؤثرة اجتماعيا كمان ومؤثرة على السوشيال ميديا وعندك كتير متابعة وهيك، وخبرتك السابقة بالإذاعة وبعدين بلشت التلفزيون، يعني من الإذاعة للتلفزيون، بس يعني هي برامج مختلفة، وبرنامجك نوستالجيا كمان يعني كان متابع، لكن ما يعني هلا الإذاعة شو فرقت معاكي انه تصير من صوت لوحده وانه يصير صوت وصورة؟ هل تعتبري انه الصوت لوحده كان اكثر حميمية واكثر وصولا للمستمع من انه يصير صوت وصورة؟ صار فقد بريقها وفقد المتابعة او الاهتمام. هلا انا بحن وبشتاق لايام الراديو البسيطة، زي ما ذكرت لك لما كان المستمع انت جزء من نهاره، نعم. جزء من نمط حياته، واحنا لانه بنقدم برامج صباحية فبتحسي بتصيري جزء من الدنيين، وعندهم فضول انه هم ما بيعرفوكي، انت عم بتوصلي كل مشاعرك، سواء اذا مبسوطة، اذا زعلانة، اذا غضبانة، اذا حزنانة، كله بيوصل بس من خلال الصوت. فهذا اشي اصعب طبعا، لانه على التلفزيون وعلى مواقع التواصل الاجتماعي في كثير اكسسوارات بتساعد الاعلامي انه يوصل رسالته، ولكن على الراديو احنا بنحكي عن صوت بس. يعني الناس تخيلي شخص يحس بالقرب بس من صوتك، فهذا نعم. شيء كثير مميز، وما بعتقد لا التلفزيون ولا مواقع التواصل الاجتماعي عندها هذا السحر خلينا نقول. ولكن اليوم اللي انا بحكيه، اذا بدنا نكون يعني واقعيين ومش رومانسيين، بتوقع نعم. انه الانسان الذكي والاعلامي الذكي هو اللي بيقدر انه ما يضله بس متمسك بالماضي ومتمسك بادوات الماضي،
لأنه الجيل تغير. نعم. الجيل اختلف، يعني يمكن اللي بالأربعينات وبالخمسينات وما فوق لسه بيستمتعوا بموضوع الإذاعات، ولكن إذا إحنا بدنا نحاكي الجيل الستاعش والسبعتاعش والعشرينات اليوم بدك تقربي منه، فأنا بعتقد أنه نقل المحتوى من الإذاعات، يعني عم نشوف عدد كتير كبير من الإذاعات اليوم صار يدعم الاستوديو بويب كام عشان نعم. يقدر يعرض البرامجه لايف، نعم. يقدر الشخص يحضرها من مختلف أنحاء العالم. ف ما بدي أقول هو تحايل على مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن نوعا ما بعتقد أنه الإعلام الغير بارز على مواقع التواصل الاجتماعي أو الغير حاضر على مواقع التواصل الاجتماعي عم بينظلم، محتواه عم بينظلم وهو شخصيا عم بينظلم. نعم. فبتوقع أنه كلنا لازم نبدأ نفكر أنه كيف ممكن نعمل هاي الشفت، هذا الترانزيشن، أنه أنا بدي أنقل المحتوى اللي عم بحكيه، لأنه كمان يعني إحنا بنعرف قد إيه في ناس عبر مواقع التواصل الاجتماعي صناع محتوى بيقدموا محتوى جدا يعني ما له قيمه بالمقارنه. نعم. انا مرات بتابع بقول مش معقول هالبرنامج الاذاعي شو فيه اعداد، بس حرام ما عم بيوصل. نعم. لكل الناس. نعم. فبعتقد هذا هو المهم اليوم، ان نقدر ننقل المحتوى ال- 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 الاعداد الصح والتقارير وكل شيء عم بيتم تقديمه على الاذاعات لمواقع التواصل الاجتماعي والتطبيقات عشان يوصلوا للشباب ايضا. نعم. طب اخت رهف، سؤال اخير قبل ما ننهي. نعم. معك، مع انه الحكي كتير حلو معك، وان شاء الله المره الجايه بنشوفك بالاستوديو عندنا ان شاء الله حبيبتي. قديش مهم انه الشخصيه، شخصيتك انت كرهف بحياتك وكيف بتعيشي، قديش بيكون مسؤوليه كتير كبيره عليكي تبقي توصلي فكرة من خلال برامجك ويكون في عندك هالمصداقية ما بين الكلام وما بين الفعل، فهل هي مسؤولية بتشوفيها ثقل عليكي أم يعني أنت عم أكيد تتحمليها بصدر الرحب، لكن برضو هي بنفس الوقت مسؤولية؟ هلا عشان ما أكذب عليكي دكتورة باسمة، يعني كل واحد مرات بيشعر هاي الضريبة. نعم. ضريبة انه يكون شخصية عامة، شخصية. نعم. الناس تعرفها، شخصية الناس بتحكي عنها بالمنيح وبالعاطل. الحمد لله انا اللي بشعره بحس انه يعني خصوصا اخر سنوات اللي بيوصلني هو حب كبير، بس بنفس الوقت هذا الحب بيحملك مسؤولية. نعم. يعني انت مش حرة تتصرفي زي ما بدك، انت مش حرة انه ما تكوني شخص مسؤول وشخص اكبر من عمرك، يعني بدك تكوني قول وفعل. نعم. بدك تكوني لما بتطلعي بتحكي للناس عن موضوع معين بدك تكوني انت كمان مآمنة فيه. احنا عنا ضريبة، هلا دائما مرات لما بتضايق او بنضغط او بسمع ناس حكت طلعت عني اشاعة ولا حكت بموضوع بخصني ولا حتى بتعرفي قد ايه في انتهاكات. نعم. الحياة الشخصية. نعم. كمان. نعم. نعم. فبالتالي بزعل، بس دائما امي بتقلي كلمة وهيك ضلت هيك عالقة بداني، قالت لي الناس كتير بتحبك وهاي ضريبة هاي ضريبة المحبة، الواحد فعلا ما بيقدر ياخذ كل اشي بالدنيا، ففكري بالايجابيات، فكري بحب الناس، فكري ب قد ايه انت اليوم صرتي شخص عن جد لك كلمته ومؤثره وبيعاملوك بطريقه خاصه، فهذا كله يعني بيجي مع باكج زي ما بيقولوها، بدك تتحملي انه مرات كمان الناس تناقش قصصك ولا تحكي عنك ولا ولا ولا، لانه في بالمقابل حب كبير، فانا هيك بنظر لها، وزي ما احنا بنقول المحبه تستر جما من الخطايا. 100% اكيد اكيد. بتتابعي نور سات رهف؟ انا بعرف برنامجك دائما مليان، ممكن بتتابعي السوشيال ميديا اكثر من انه تلفزيون؟ لا بتابع نور سات وبشوف قد ايه انتم نشطين كمان عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبحييكم لانه هذا هو اللي كنا عم نحكي فيه، في محتوى راقي وفي محتوى مليان سلام ومحبه ونور، واحنا بحاجه في امس الحاجه بايامنا الحاليه للسلام والهدوء والمحبه ونشر الايجابيه، فلا بالعكس بتابعكم وبستمد طاقه منكم. حبيبتي تسلمي، واحنا كمان يا اخت رهف بنتمنى لك ان شاء الله يا ربي حياه مليئه بهالمحبه وهالعطاء المتميز دائما، وتضلك نشيطه هيك، واحنا فخورين فيكي كست بالمجتمع وانسانه ملتزمه، ان كان روحيا وان كان اجتماعيا وان كان حتى كمان بالمجتمع العام، فبشكرك وشكرا لك وكلماتك الطيبه
طيبة لهذا البرنامج صباحكم نور، وإن شاء الله قريبا نستضيفك مباشرة عندنا على الاستديو. أشوف هالوجه الحلو حبيبتي. حبيبتي تسلمي يا رب. شكرا لك دكتورة. شكرا لك. شكرا. أهلا. شكرا أخت رهف. تسلمي يا رب. شكرا. شكرا. طبعا كلامها ومحبتها أنا بشكرها وبحييها الأخت رهف، يعني هي صديقة وأيضا إنسانة طيبة وقلبها المليء بالعطاء والشغف لشغلها ومهنتنا، فأنا كتير بتابعها وبتابع خفة دمها كمان هي وزميلتها أيضا نادية الزعبي في البرنامج الصباحي اللي بيطل علينا كل يوم. أنا بسمعها بالراديو بس هي على التلفزيون كمان صوت وصورة. عمان تي في. نعم عمان تي في. فالله يوفقهم بناتنا اللي احنا فخورين فيهم وفخورين بأدائهم محبتهم بعطائهم اللي بنشروه كمان من خلال الأعمال اللي بيقوموا فيها، وهن كمان مؤثرات على السوشيال ميديا، فربنا يباركهم ويبارك عملهم. شباب في اتصال جاهز هلا؟ يلا إن شاء الله. أبونا عم نحكي على كنا نحكي عن البنية التحتية مهمة، وخاصة رسالة السيد المسيح لما تم ملء الزمان ذكرناها، وكيف إنه ربنا هيئ هذه البنية أو هيئ الزمان لكي يناسب وتنتشر كلمة ربنا. فنحن في كمان بموقع اللي احنا موجودين فيه لما بدنا ننشر وبدنا نحكي بدنا نعرف احنا المستمعين اللي عم نخاطبهم من هم، يعني شو ثقافتهم، كيف سوف توصل هذه الصورة أو هذه الرسالة لهم. ناخذ الاتصال أبونا وبعدين ناخذ الاتصال أبونا وبعدين نرجع لك يا أبونا. تمام. أوكي. صباحك نور ربيكا. صباحك معنا ربيكا عودة. طبعا الكل بيعرف ربيكا عودة اللي بتذيع وبتنشر بتذيع نشرة الأردن في أسبوع، وأيضا هي كمان ناشطة على السوشيال ميديا على مواقع التواصل الاجتماعي، وأيضا كنتي معنا في برامج صباحكم نور الإذاعي لما كنا نطلع من الاستوديو الصغير، فمنحييكي بهذا النهار وأكيد ما عندك حصة هلا. لا. ما لا عندك. خلصتي هلا. خلصت. صباح الخير أبونا. صباح الخير دكتورة. ربيكا عودة، أنت ناشطة ومؤثرة على التواصل الاجتماعي وعلى منصات الانستغرام وأيضا فيسبوك، وأيضا أنت كمان ناشطة اجتماعيا ومجتمعيا وملتزمة كنسيا وإيمانيا ودينيا. قدي بيأثر العمل الإذاعي والعمل الإعلامي، أنت طبعا دارسة إدارة أعمال ودارسة تسويق، لكن أخذ منك الإعلام وعلى السوشيال ميديا، لأنه كل اللي بيشتغلوا على السوشيال ميديا كمان الميديا كمان هن إعلاميات، لأنهم بينشروا خبر بينشروا معلومة، والإعلامي هو اللي بينشر وبيبث أفكار وبيبث معلومات ومواضيع وبيثير وبطرح مواضيع معينة، وانتو هذا اللي عم تعملوه كمان من خلال منصات الانستغرام والتواصل الاجتماعي الاخرى. فخبريني المحتوى انتو اللي بتحطوه، ايش اهم الاشياء اللي بتحطوها في المحتوى؟ لازم تحتوي على شو؟ هلا نحن كمسؤولين عن منصات التواصل الاجتماعي، كل خبر نحن عم نبيعه نحن لازم نكون في عنا مصداقية فيه، وفي كمان عنا يعني مش بس نكون صادقين بنقل الخبر، كمان نكون يكون خبرنا بيست على دراسات، خصوصا إذا الموضوع بتعلق بالصحة. كل معلومة عم ننشرها سواء تحذير أو تنبيه أو لفت انتباه على أكل غلط أو أسلوب حياة غلط أو ممارسات يومية عم نعملها غلط بتأثر على صحتنا النفسية أو الجسدية، لازم أول إشي يكون في مصداقية بالحكي اللي عم نحكيه. وكمان نحن كمسؤولين على هاي المواقع كثير نتعرض لشركات بتحب إنها تروج لمنتجاتها من خلال مواقعنا على مواقعنا على التواصل الاجتماعي، خاصة لما يكون في عندك متابعين كبار. نحن لازم يكون في عندنا مصداقية إنه
ما نحاول دائما نروج لمنتجات نعرف انها هي بتاثر سلبا على المتابعين تبعونا. لازم يكون في عندنا اخلاقيات بعملنا، وخاصه انه الناس عم تسمع وعم بترد علينا، فكثير مهم انه نحن ما نتجه لهذا الاتجاه الترويجي بنشر المعلومات اللي ينصفي عم نحكي فيها معلومات غلط او معلومات او ترويج لمنتجات انه ناس تستعملها وهي مو بحاجه لها، او ترويج لادويه او يعني انا بحكي لك عن تخصص. نعم. ترويج لادويه او مكملات غذائيه للتنحيف او لتكبير العضلات، وكلنا بنعرف السايد افكت والسلبيات اللي بتيجي للناس انهم يستخدموا هاي المنتجات والمكملات. فكثير مهم يكون في عندنا مصداقيه بكل شيء عم ننشره، ونكون كمان يعني انا دائما بحكي هذا الشيء انه ما بزبط نحن نحكي المعلومه وما نطبقها نحن، يعني ما بزبط كاعلاميين نضلنا نحكي عن فوائد الرياضه وممارسات الرياضيه ونحن ما نمارسها. فانا يعني لازم ينعكس اللي انت عم تحكيه على حياتك كمان اللي عم بتعيشيها بالعالم، يعني انه يكون نشاطك عشان تنالي هالمصداقيه. هو يعني انا بآمن انه انت كمان تبني مصداقيتك اكثر لما الناس تشوفك عن جد عم بتطبق الشيء اللي انت عم تحكيه كاعلامي. يعني لما بتطلع بتحكي انه كثير مهم نمارس الرياضه في الصباح، عن جد يشوفوك انت بحياتك العادية الحقيقية انك عم بتمارس الرياضة بالصباح. وطبعا الكل شاهد على هذا الشيء، وانا اول وحدة بتطلعي لي من 6:30 تلحق الحصص. ريبيكا، هلا انا بدي اسألك، هلا في كتير من الاعلاميات وهيك، وحكت الاخت رهف صوالها عن موضوع انه احيانا في تنمر على السوشيال ميديا عليكم مثلا، او بتكون في كلمات ناس عم بتحكي لكم تعليقات احيانا بتكون يعني مسيئه او هيك، كيف بتاخذوا هذه؟ خاصه انكم انتم الاكونتات وحساباتكم كلياتها مفتوحه بابليك يعني للجميع، فكيف انتم بتاخذوا موضوع الاساءه؟ كيف تنظروا له وكيف بتغربلوا؟ كيف بتتعاملوا؟ كيف بتجاوبوا بتردوا؟ فخبريني يعني كيف انتم بتتعاملوا مع هذه التعليقات؟ هلا انا بمجرد انه انا حسابي وأنا سامحة للناس أنها تشوف أنا إيش عم بنزل وتقرأ أنا شو عم بكتب. نعم. فأنا فاتح المجال للناس أنهم هم كمان يعلقوا وياخذوا راحتهم بالتعليق، لأنهم هم بيعتبروا حالهم جزء من العائلة تبعتي. وأكيد أوقات بيكون في تعليقات سلبية وأوقات بيكون في تعليقات إيجابية. أما بالنسبة للتعليقات السلبية، أوقات باخذ محفز من التعليق السلبي، يعني كثير أوقات مثلا بيجينا تعليقات باخذ بعين الاعتبار هاي التعليقات اللي اجت، سواء ما كانت بناءة حسيتها انها بس من باب بس تنمر او من باب غيرة. نعم. او من باب يعني بتتعاملي معها بطريقة راقية بطريقة إيجابية، ممكن تشطب التعليق إذا عم بيثير نوع من الآراء اللي ناس بترد على بعض بتصير يتنمروا على بعض، بتبطل أنت اللي عم بتنمروا عليك بتصير يتنمروا على بعض اللي بيعلقوا. يعني بلاحظها هذه أحيانا يعني من خلال التعليقات، وأيضا بشوف كمان انه يعني الجواب عدم الجواب افضل من انه تجاوبي على كل. هل انت يعني بتجاوبي على كل واحد من المعلقين ام بتتركي كل تعليق لهي ام بتلغي؟ لا صراحه ما بجاوب دائما على كل التعليقات سواء كانت ايجابيه او سلبيه، بترك للناس حريه التعبير عن رايهم لاني انا فاتحه صفحتي تكون نعم ان بابليك. وبعدين في مثل بيقول لك there's no bad publicity، يعني حتى الناس انها هي مهتمه بالشيء اللي عم بنشره لدرجه انها عم بتعلق، فسواء كان تعليق ايجابي او تعليق سلبي
فمشكورين على التعليق. طب ربيكا كيف رأيك بالنورسات؟ وجاء شاهد من أهل بيتي. صعبتيها. لا بس لا بنحب نسمع آراءه من الشباب هدول، خاصة إنه رسالة نورسات عم نحاول إنه نطورها لتوصل للشباب. أكيد أول إشي كتير فخورة إنه في عنا مكتب لطبقية نورسات موجود في الأردن، ولأنه نحن كمان الأقلية الموجودين بالأردن، بس إنه عم نبث كل أخبار المسيحية وكل أخبار الكنائس وإيش عم بيصير عنا بالأردن، وبهذا الكم يعني عم نحاول نلحق على كل الكنائس وأنشطة الكنائس بالأردن. فهذا إشي كتير كتير بسطني وكتير فخورة فيه، وكتير فخورة إنه أنا عم بكون جزء من هذا العمل. حبيبتي تسلمي، وإن شاء الله دائما نورسات تكبر وتكبر وضلكم موجودين، وضلكم موجودين صباحكم نور أنت والأبونا. الله يسعدك. شكرا يا ربيكا، وكل سنة وأنت سالمة بيوم الإذاعة العالمي، وكل اللي معنا اللي عايدونا هذا اليوم وسمعنا صوتهم وشفنا محبتهم كمان، نتمنى لهم يا رب الخير والتميز والعطاء والتوفيق بحياتهم يا رب. شكرا لك يا ربيكا. شكرا لكم حبيبتي. شكرا، يعطيك العافية. يعني التزامها بكل هالمدة مع انشغالاتها، يعني يعطيها العافية. الله يعافيك يا رب. نحن طبعا جئنا إلى ختام حلقتنا يا أبونا، فممكن نحن كمان الإعلاميين لازم نعمل حلقة لحالنا عشان نعطي خبرتنا أنا وإنت طبعا. لكن جدا كانت رائعة مع وجود الباقة من هالورد من الإعلاميات. أنا بعتبر كل واحدة كانت وردة في هذه الباقة بهذه العائلة. حسيت إنه إحنا كلياتنا حتى بالنورسات هالإعلاميات الموجودات وين ما كان كمان عم بينقلوا رسالة المحبة بالسلام وهالطلاقي وهالمعرفة ومحبة الآخر، فكلنا طبعا شركاء في هذه الرسالة. نتمنى إنه هاي الحلقة تكونوا استمتعتم فيها، طليتوا وطلوا صبايانا والإعلاميات اللي احنا بنفتخر فيهم لإلكم، وسمعتوا صوتهم وسمعتوا قديش حبهم للنورسات لكلمة ربنا. فهدول الأشخاص المعرفة الحقيقية من خلال هذا الكلام. فكونوا سالمين دائما بمحبتكم، وإن شاء الله بنلتقي مجددا الأسبوع القادم في برنامج جديد بموضوع جديد، وطالبين نسلم الحلقة. هلا أنا بشكر كل الأشخاص اللي كانوا على التواصل الاجتماعي واللي بعتوا لنا بكومنتاتهم وصباحاتهم، ويعني بدلوا هيك غمرونا بمحبتهم، فبشكرهم. وأبونا تعطينا البركة من البداية للنهاية، لأنه بلشنا الحديث والحلقة من دون البركة الصباحية. كله بركة، كلنا بركة. نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله الآب وشركة الروح القدس معكم جميعا. اذهبوا بسلام المسيح. الشكر لله، إلى اللقاء، وصباحكم نور. أعجوبة لليوميير مستمرة، مستمرة فيكم، مستمرة إلكم ولولادكم من بعدكم، ولولاد ولادكم وللجيل اللي بعد ولاد ولادكم من بعد. لما تكون تعبان بهمك عندك كلمة تريح قلبك، ترجع الدنيا بتضحك لك، نور سات ليل ومير، نور سات ليل ومير، نور سات ليل ومير، نور سات ترنم صلوات ليل ومير، محبة وخير. المسيحي وعندك كلمة صريحة
نور سات ليلوميل نور سات رنم صلوات ليلوميل محبة وخير.